نكمل الحرة الليلة من مصر، إذ ألقى قرار الحكومة المصرية إغلاق المحلات التجارية عند الساعة 10 مساء بظلاله على الشارع المصري، خاصة بعد أن رفض كثيرون تنفيذه لما قد يسببه من أضرار اقتصادية على حد وصفهم. فما مدى فعالية سياسة الإغلاق المبكر في تقليل استهلاك الطاقة؟ وهل هناك استراتيجية بديلة يمكنها تحقيق نتائج مماثلة مع قدر أقل من الاضطراب الاقتصادي؟ جدل يتصاعد في الشارع المصري حول قرار الحكومة المصرية إغلاق المحال التجارية مساء، والتي تقول إنه جاء لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال عليها، في وقت يعبر فيه أصحاب تلك المحال التجارية عن استيائهم الحاد من القرار الذي يدفع بهم إلى الإفلاس حسب ما يقولون، لا سيما أن موسم الصيف يعد موسم الانتعاش الاقتصادي بسبب السياحة، وأيضا يفضل فيه المصريون التسوق مساء بسبب موجة الحر الشديدة والتي تستمر فيه الأسواق والمحال التجارية مفتوحة حتى فجر اليوم الثاني تقريبا. قلق ومخاوف تتزايد لدى العديد من العاملين في الفترة المسائية الذين باتوا مهددين بخسارة وظائفهم، لا سيما أن عددا من أصحاب المحال والمولات التجارية وغيرها اضطروا للتخلي عن 50% من موظفيهم، وهو ما انعكس على الطبقة الكادحة وأيضا التجار الذين يؤكدوا أنهم تكبدوا خسائر فادحة وهم ما زالوا يعانون من تداعيات فيروس كورونا، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي أثناء ساعات العمل الذي تسبب بإتلاف بضائعهم، لا سيما محل المواد الغذائية والمطاعم. أقسم بالله العظيم، الحكومة من جانبها التي بررت لجوءها لهذا القرار لترشيد استخدام الكهرباء ولكي تقلل بدورها من حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي دفع إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء حسب بيان وزارة التنمية، فيما يرى خبراء اقتصاد أنه قرار تنظيمي واضطراري وهو أفضل الخيارات لتخفيف الأحمال على الكهرباء وليس بهدف التضييق على أصحاب المحال التجارية. وتأتي أزمة الكهرباء في وقت يواجه فيه المصريون أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، حيث فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها وبلغ التضخم العام الماضي 40% مسجلا رقما قياسيا، في وقت تواجه فيه البيئة الاقتصادية مصاعب وتحديات، كما شهدت إيرادات قناة السويس تراجعا إلى النصف عن مستواها قبل عام بسبب استهداف الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تأجيل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعة قرض مصر وصرف شريحة قدرها 820 مليون دولار إلى 29 من الشهر الجاري للانتهاء من بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات حسب الحكومة، التي أشارت أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي يرى بعض النتائج لبرنامج الإصلاحات المصري، منها انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي. ولمناقشة هذا الموضوع معنا من القاهرة ممدوح الوالي، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق والخبير الاقتصادي. معنا أيضا من القاهرة بلال الدوي، الصحفي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكما، وأبدأ معك سيد بلال الدوي. وضمن سياسة تخفيف الأحمال التي تتحدث عنها الجهات الرسمية المصرية جاء هذا القرار، ما يتعلق بقطع التيار الكهربائي وما يتعلق أيضا بتحديد ساعة محددة للمحلات لكي تغلق في 10 مساء، لماذا اللجوء إلى مثل هكذا قرار؟ وهل كان بالإمكان أن يكون هناك قرار لا يؤدي إلى مثل هكذا صعوبات على المواطنين؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. يمكن التقرير اللي حضراتكم عرضتوه تقريبا بنسبة كبيرة، بنسبة 75% أقرب إلى الحقيقة. طبعا الدولة المصرية تعاني من أزمة في الكهرباء، ولكن الأزمة الحقيقية هي أزمة إمداد مواد بترولية لمحطات الكهرباء.
الدولة المصرية لا يمكن أبدا أن احنا نحكم على ما قامت به في قطاع الكهرباء من الثلاث شهور الأخيرة، لأننا منذ عام 2014 قامت الدولة المصرية بمجهودات كبيرة جدا 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 في معالجة أزمات قطاع الكهرباء الحقيقية، اللي هي إيه يا فندم؟ اللي هي نقص محطات الكهرباء، عدم وجود طاقة بديلة، عدم وجود طاقة الرياح، عدم وجود ما الذي تغير الآن؟ الدولة وقامت لم بكل هذه الخطوات فيه. تغيرت الآن أن الدولة المصرية قامت بإنفاق أكثر من 2.7 تريليون جنيه في قطاع الكهرباء، من إنشاء ثلاث محطات كهربائية، أكبر ثلاث محطات في العالم، في قامت بهم شركة سيمنز بتكلفة 6 مليار يورو في بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية. احنا بنتكلم عن طاقة الرياح في جبل الزيت، محطة كبيرة جدا في سيناء، بنتكلم عن محطة بمبان للطاقة الشمسية وهي أكبر محطة طاقة شمسية في أفريقيا والشرق الأوسط، وفي حالة اكتمال بعض الإجراءات ستكون أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. الدولة بذلت مجهود كبير جدا، ولكن ما حدث في مشروعات التنمية مؤخرا والبنية الأساسية والمشروعات القومية في طول البلاد وعرضها، من مشروعات كبيرة جدا في الإسكان وفي المرافق وفي السكة الحديد والنقل والمواني وكل ده، 42 مدينة سكنية جديدة تستلزم كهرباء. طيب، كل ده وفرته الدولة المصرية، ولكن أذهب مؤخرا وده احنا الدولة المصرية لا تنكر شيء بأن هناك أزمة اقتصادية عالمية وهناك تطورات في الشرق الأوسط، هذه التطورات وهذه الأزمة أزعجت المواطن المصري. اسمح لي أن أتحول إلى السيد ممدوح الوالي. ما رأيك سيد ممدوح بالأسباب التي ساقها لنا الضيف، ونحن نتحدث عن انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف، في موسم السياحة، في موسم الامتحانات، وبالإضافة إلى إغلاق المحلات التجارية في وقت مبكر؟ يعني الحقيقة انقطاع الكهرباء موجود منذ 17 يوليو 2023، يعني باقي 6 أيام ونحتفل بمرور سنة كاملة على استمرار انقطاع التيار الكهربي. وبالتالي هناك العديد من الأسباب لهذا الانقطاع منذ يوليو 2023. أبرز هذه الأسباب هو التوسع في مجال الإنتاج، حتى وصلت القدرات الإسمية لإنتاج الكهرباء في مصر إلى أكثر من 59 جيجا وات ساعة، بينما كان أقصى حمل يومي بيصل إلى 34 جيجا وات. يعني هناك فائض كبير لم تكن البلاد في احتياج ليه. هذا الفائض الكبير تسبب تمويله بالاقتراض في أزمة لدى الشركة القابضة، وبالتالي تحولت في العام 2022-23 إلى الخسارة، لأنه القروض لدى هذه الشركة وصلت إلى 378 مليار جنيه، والأقساط والفوائد في سنة واحدة وصلت 61 مليار جنيه، مما أثر على اقتصاديات الشركة القابضة للكهرباء في مصر. عوامل أخرى وهي منها المتأخرات المستحقة للكهرباء لدى الجهات الحكومية وتصل إلى 119 مليار جنيه. أيضا عدد العمالة الكبير في قطاع الكهرباء اللي بيصل إلى 138 ألف عامل. كذلك عامل آخر مهم جدا وهو ارتفاع نسبة الفاقد اللي بيصل إلى 21% من القدرات المنتجة، وبالتالي هناك أيضا مسألة تراجع الإنتاج في الغاز الطبيعي في مصر في الفترة الأخيرة. لماذا سيد ممدوح، كيف تفسر هذه الحالة؟ خاصة بأن مصر مثلا كان لديها حقل زهر، وهو يعني كان يمكن أن يزود مصر بإمكانيات كبيرة. الآن لماذا أصبح هناك مشكلة؟ وضيفنا يقول بأن هناك مشكلة في إمداد المواد البترولية لمحطات الكهرباء.
لأن هناك مغالطة بتذكرها وزارة البترول والحكومة المصرية لما ادعت في 2018 أن هي حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وهذا غير حقيقي لأنها بتحسب حصة الشريك الأجنبي من ضمن هذا الأمر. يعني هي مفروض تحسب حصة الحكومة المصرية فقط ثم تتكلم، وبالتالي مسألة الاكتفاء الذاتي ما زال بعيد تماما. الأمر اللي حصل من خلال السنتين اللي فاتوا أنه تأخرت الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول وشركات الغاز، فتراجعت الاستثمارات بتاعة هذه الشركات، ومنها شركة إيني التي تدير حقل زهر، وبالتالي تراجع الإنتاج في حقل زهر. أيضا تراجع الإنتاج في باقي الحقول بحكم تقادم الحقول، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لإنتاج الغاز. دعني أعود لو سمحت إلى سيد بلال أدوي. إذن مسألة الاكتفاء الذاتي ليست بالمسألة الدقيقة، أيضا هناك تأخر في تقديم الاستحقاقات لبعض الشركات التي لها علاقة بهذه الاستثمارات. اللافت سيد بلال أنه مصر قد حصلت على العملة الصعبة بكثرة خلال الفترة الماضية، مثلا مشروع الإماراتي، مثلا جزء من صندوق النقد الدولي. كثر يقولون لماذا هناك نقص لديها، لماذا ليس هناك اكتفاء، لماذا تأخرت في سداد هذه الديون؟ يمكن احنا بنتكلم عن الاكتفاء الذاتي في الانتاج، هذا تحقق بفعل المشروعات اللي تمت انشائها مؤخرا. اما من يقول ان هناك عدم اكتفاء ذاتي في الامداد، نعم هناك عدم اكتفاء ذاتي في المواد البترولية المقدمة الى وزارة الكهرباء. ليه؟ لان وزارة الكهرباء لم تسدد مستحقات وزارة البترول لديها، وبالتالي وزارة البترول حينما السنتين الأخرى اللي هم حصل فيهم أزمة سياسية في الشرق الأوسط تداعت اقتصاديا على دول المنطقة بالكامل ومنها بطبيعة الحال مصر، فقدت مصر جزء من استحقاقاتها الدولارية من السياحة ومن قناة السويس، وبالتالي لم تستطع الحكومة المصرية تقديم جزء من الدولارات إلى وزارة البترول وإلى شركة إيمي التي تقوم بالتنقيب في حقل زهر. هذا هو الكلام الصحيح اللي أنا سألت فيه تاني أكبر قيادي في وزارة البترول وقال لي الآتي، أن وزارة الكهرباء لم تقدم مستحقات. نعم، ولكن المشكلة ما بين وزارة الكهرباء، لأن هناك شح دولاري، عفوا، ما بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول تذهب على المواطن. يعني المواطن هو الذي الآن يجب أن يخسر من إنتاجه في الفترات المسائية. هناك شفتات، لربما بعض الأشخاص لا يعملون، هناك طلاب يريدون أن يدرسوا. المشكلة دائما يأتي الحل على حساب المواطن. بالضبط كده، أنا مع حضرتك، أنا مع حضرتك. إذا كانت الدولة المصرية تعاني من شح دولاري خلال العام الماضي تحديدا، أزمة منذ عامين تزايدت منذ عام شح دولاري، قامت الدولة المصرية بعددا من المشروعات الاستثمارية فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة وجلبت الدولار وقامت برفع نسبة السياحة، وبالتالي أتى الدولار. قامت الدولة المصرية بتسديد 1,800,000,000 دولار إلى وزارة البترول من أجل شراء الغاز، لدى من أجل عدم انقطاع الكهرباء ساعتين وثلاثة، وهذا ما حدث. أما بعض شركات البترول الأجنبية التي كانت لديها مستحقات لدى وزارة البترول منذ أكثر من عام ولم تحصل على مستحقاتها، قامت الدولة على لسان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتصريح رسميا بإعطاء الشركات 20% من المتأخرات، وبالتالي قامت شركة إيني بعودة العمل مرة أخرى في حقل زهر، وقامت وزارة البترول بضخ الغاز الذي أتى إلى شركات البترول التي قامت، شركات الغاز والشركة القابضة للغاز التي قامت بإمداد وزارة الكهرباء. احنا بنتكلم عن أزمة حقيقية، الدولة المصرية ما أنكرتش ان في أزمة. طيب دعني يعني كي نوزع الوقت بعدل، دعني اعود الى السيد ممدوح الوالي، وان كان لديك تعليق حول ما قاله ضيفنا، وهو يفصل بأنه هذا هو الموجود وهذا هو الممكن وهذا ما حصلت عليه مصر من خلال المشاريع ومنها رأس الحكمة وهنا صرفتها. هل هذا مقنع برأيك؟
ليس مقنع بالمرة، لأنه كما ذكرت الأزمة منذ يعني يوليو 2023، وشهدنا الدولة المصرية بتستكمل منشآت العاصمة الإدارية وبتسارع حتى تستكمل إنشاء البرلمان وغيره من المقار الحكومية باستيراد يعني أشياء مستوردة عديدة لاستكمال مثل هذه المنشآت. لم تكن هذه المنشآت أولوية لدى الشارع المصري. أيضا رأس الحكمة وصلت جزء منها في فبراير من العام الحالي، ورغم ذلك لم تتحرك الحكومة المصرية لاستئجار سفينة لتغويز الغاز في خليج السويس إلا آخر يونيو الماضي بعد عدة أشهر، ولم يتحرك رئيس الوزراء بالاعتذار للشعب المصري إلا في الشهر الماضي بعد مرور 11 شهر. طيب ما الذي كان يمكن أن يقوم به الجهات الرسمية؟ ما الذي كان يمكن أن تقدمه من بدائل؟ وهل برأيك كمان كان هناك بدائل للمواطن الذي سوف يحرم من عمله في ساعات متأخرة؟ هل كان يمكن أن يكون هناك أيضا بدائل تقدم له؟ تفضل أستاذ محمود ممدوح. المواطن يدفع ثمن الخدمة، وبالتالي نحن في احتياج، كما ذكرت أن هناك خسائر لدى الشركة القابضة للكهرباء، وبالتالي هي تحتاج إلى المزيد من بيع الكهرباء حتى تحصل على موارد تسدد بها التزاماتها سواء في السوق المحلي أو لدى الأجانب كما لديها مستحقات مع شركة سيمنز. وكما يعني ذكر من قبل شركة سيمنز، يعني إذا كانت شركة سيمنز بتنتج 14.4 مليار يعني جيجا وات، هذا الرقم لم تكن مصر بحاجة إليه بالمرة، وتم بالأمر المباشر مع ألمانيا لأغراض سياسية. كما ذكرت الفائض يزيد عن أكثر من 22 جيجا وات حتى في حالة الوصول إلى رقم 37 جيجا وات كأقصى حلم، والذي يعني كأقصى حمل، والذي حدث يعني خلال الشهر الماضي أو الأيام الأولى من الشهر الحالي. وبالتالي لم نكن في حاجة إلى سيمنز أو غيرها من هذه القدرات التي حملت الشركة القابضة أعباء من الديون لم تكن في حاجة إليها وأربكت أوضاعها المالية، وبالتالي لم يكن هناك تخطيط ومنظم، بدليل أنها رغم الاتجاه إلى التوسع في قدرات الإنتاج للكهرباء لم يتم التوجه بالمرة إلى تطوير قدرات شركة نقل الكهرباء التي تنقل الكهرباء من شركات الإنتاج إلى شركات التوزيع. وظلت يعني شركة نقل الكهرباء لا تأخذ مستحقاتها للتطوير لمدة 3 سنوات حتى تذكرت الحكومة أن عليها أن تطور قدرات شركة النقل حتى تستطيع أن تنقل الكهرباء المولدة إلى شركات التوزيع. شكرا جزيلا لضيفينا من القاهرة ممدوح الوالي نقيب الصحفيين المصريين الأسبق والخبير الاقتصادي، شكرا أيضا لضيفنا بلال الدوي الصحفي والمحلل السياسي.